معنا بحلقة اليوم من أفطارنا غير. مسك ختام جولاتنا اللي تعودتوا عليها يوميا رح تكون من أحد أجمل المناطق الزراعية بمملكة الخير، حايل طبعا رمز الجود والأصالة والشهامة والكرم. جولة رح نتعرف فيها مع صانع المحتوى عبدالله الخزام والشيف عايد الشمري على عادات أهل المنطقة والحرف التقليدية وعلى جمالها الطبيعي وتراثها، وأهم شي كمان رح نشارككم بتحضيرة وجبة حائلية أصيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة الام بي سي في مدينة حائل، في قلب مدينة حائل، في المناطق الزراعية القديمة، ونبي إن شاء الله ننتقل ونكمل جولتنا بإذن الله. يا هلا أبو عبد العزيز، يلا حياهم. طبعا هذا المنحل من المناحل الحديثة القديمة. كيف الحديثة القديمة؟ حديثة إن حايل ما كان فيها مناحل، قديمة إن الأعواد هذه يعني أعمارها على 200 سنة. الآن حنا في سوق أو مصنع أدلال في مدينة حائل، وهذا المكان انتقل من وسط المدينة إلى الجهة الشمالية، وهذا السوق الحالي المصنع أدلال والأواني، أواني القهوة. واستلمنا قيادة الرحلة من أبو عبد العزيز الله يعطيه العافية، كان معكم برحلة جدا جميلة، والآن نستلم قيادة الرحلة معكم مع السحور الحائلي بطريقة من الطرق المعتمدة عندها الحائل. مدامكم جيتوا حائل لازم ناخذكم بجولة بالسوق الشعبي. هذه تحط زينة ببيوت الشعر. حلو. إيه. وبالنسبة للقطعة هذه محمد. وهذا أنا تطريزي بيدي تحط بعد زينة ببيت الشعر. وبغرف الطين يعني هالحين يعني تحط حتى هالحين مقال سرقال. ما نسمح لكم تمشون حتى تسحرون معنا سحور على أحد الطرق الحائلية بطريقة شبابية تعجبكم، حياكم الله. طبعا الطريقة اللي استخدمنا بها السحور الحائلي بوصفتنا الليلة هي طريقة واحدة من عدة طرق كثيرة. استخدمنا أول شيء زيت الزيتون مع البصل والطماط، ثم نزلنا مفطح على شكله بالقدر وسلقناه سلق 3/4 استواء، وأكملنا الطبخ بفرن المندي حتى يعني تم الاستواء الباقي، وتحمر الخروف معنا بالشكل اللي تشوفونه قدامكم، وكانت معنا بالنهاية هالنتيجة اللي تشوفون حلوة قدامكم، طبخة على الأصول الحائلية ونوع من أنواع الطبخات. نتمنى أنكم استمتعتوا بالتقرير اللي سويناه لكم وعشتوا أجواء حائل بهالتقرير الجميل المختصر. نتمنى لكم صياما مقبولا وفطارا شهيا، وكل عام وانتم بخير.